المجموعة اللي هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم طبعا مش هنحلها كلها، لأن دي عبارة عن جمل وتقول أنت صح ولا غلط، والمجموعة التانية بنجيب اختيارات وأنت تختار الإجابة الصحيحة. فأنا من كل صفحة هاخد واحدة كده على سبيل المثال. لو جينا قلنا يقصد بالتحقق من الدقة الحسابية للمدفوعات النقدية التحقق من صحة العمليات الحسابية، وذلك بإعادة إجراء العمليات الحسابية للخصم النقدي على المدفوعات، خصم مسموح به والدقة. يا ترى دي صح ولا غلط؟ طبعا العبارة هتبقى خطأ، لأن ده خصم على المدفوعات، يبقى خصم مكتسب وليس خصم مسموح به. لو بصينا مثلا في مراجعة المخزون، أول عبارة: يتعين على مراجع الحسابات أن يتأكد من أن البضاعة المباعة والتي قيدت كمبيعات، خلاص اتقيدت كمبيعات، ولكنها ما زالت تحت التجهيز في نهاية السنة، قد أدرجت في قوائم الجرد الخاصة بالمنشأة اللي يتم مراجعتها. طبعا العبارة غلط، لأن خلاص هو باعها وقبض فلوسها وقيدت كمبيعات، يبقى ما تدركش عنده في قوائم الجرد الخاصة بالمنشأة، يبقى العبارة غلط. لو عايز تحطها في قوائم جرد تتحط في قوائم جرد بضاعة أمانة للغير، ده الغير سايبها عندك إيه؟ عهدة لغاية ما يجي ياخدها وتجهزها له وتلفها له. ماشي حضراتكم؟ العبارة التانية: لا يعد المراجع مسؤولا عن التأكد من أن أسس وطرق تسعير المخزون تتفق مع المبادئ المحاسبية المترافعة. لا، إزاي لا يعد؟ ده هو مسؤول. يبقى العبارة برضك إيه؟ غلط. طب نبص كده مثلا في آخر عبارة: لا يحتاج المراجع لشهادة أو خطاب رسمي بصحة الجرد من إدارة المنشأة طالما أنه أشرف بنفسه على عملية الجرد الفعلي وتسعيره. لا يحتاج، يبقى العبارة برضك خطأ. يبقى الثلاث عبارات دول خطأ. طب نبص كده على العبارة الثانية مثلا: يجب على المراجع أن يتتبع قيود المبيعات الآجلة، يجب على المراجع أن يتتبع قيود المبيعات الآجلة ويتحقق من سلامة ترحيلها لحساب المورجين كأسلوب من أساليب الاختبارات الأساسية على المبيعات العاجلة. لا كده العبارة تمام، يبقى العبارة دي إيه؟ صح. العبارة دي صح. طيب نبص مثلا: إن فحص المراجع لرقم الديون المشكوك في تحصيلها يعتبر تحقيقا فقط لقائمة الدخل. فحص المراجع لرقم الديون المشكوك في تحصيلها ده تحقيق فقط، يعتبر تحقيقا فقط لقائمة الدخل. هو ايه القيد بتاع الديون المشكوك في تحصيلها؟ بنقول من مصروف ديون لمخصص ديون، من مصروف ديون مشكوك في تحصيلها لمخصص ديون مشكوك في تحصيلها. طب مصروف الديون يبان في قائمة الدخل زي ما هو كاتب اهو قدامنا، طب المخصص يبان في قائمة المركز المالي. يبقى فحص المراجعة يعتبر تحقيق بس لقائمة الدخل؟ لا غلط، ده تحقيق لقائمة الدخل وقائمة المركز الايه؟ المالي. يقول لك هنا: يجب أن يحرر إشعار رد البضاعة من أصل وصورتين، أصل يرسل إلى المورد مع البضاعة المرتدة، وترسل صورة إلى المخازن لتسجيل العملية في بطاقة الصنف وحسابات المخازن، والصورة الأخيرة للحفظ. طبعا العبارة دي غلط، المفروض أصل وثلاث صور، لأن هو كده نسي يقول إن في صورة لازم تروح إدارة الحسابات عشان يعملوا قيد مردودات المشتريات. يبقى في أصل لازم يروح إدارة الحسابات عشان يعملوا قيد مردودات المشتريات، وهيبقى قيد من المورجين إلى مردودات المشتريات. رقم 3 بيقول لك: رصيد حساب البنك دفاتر المنشأة 87,000 دائم، تبين من كشف الحساب إن البنك قام بتحصيل كمبيالة جهة الجمع لصالح المنشأة بمبلغ 30,000 جنيه، فوائد تأخير 400 هتتجمع على الرصيد، مصاريف تحصيل هتطرح. في هذه الحالة يجب أن يتأكد المراجع من أن حساب البنك يصرف قائمة مركز كما يلي. يبقى هنجمع 30 زائد 400 ونطرح 200، هيطلع الإجابة الصح د 47,800. طب لو بصينا في الحالة اللي قدامنا، احنا لسه حلينها مع بعض، تكلفة الشراء 2000 والنقل 400، يبقى كده 2400، في حين أن سعر البيع 2400 وخصم 5%، يبقى هنقول 2400 في 95%، لعمولة البيع بتتشال،
هيطلع التكلفة 2400 والبيع 2280، نختار أيهما أقل؟ فأنا بديك أربع إجابات وبقول لك اختار الإجابة إيه الصح، فأنت هتقول الإجابة الصح رقم د 2280. مظبوط يا أستاذة؟ دي إحنا حليناها في الشرح مع بعض. الحالة اللي قدامنا مخزون بضاعة ب 80,000، في بضاعة أمانة للغير ب 10، دي هتطرح. بضاعة لدى البكلاء والموزعين احنا حاطين لهم بضاعة ب 20، يبقى 80 ناقص 10 زائد 20 يبقى 90. طب صافي القيمة البيعية ب 88، السوق سعره 1000 بكام؟ ب 2000، 90 ناقص 88. طب يبقى المخزون يتحط في قائمة المركز المالي بكام؟ هيتحط بأيهما أقل؟ 88. يبقى الإجابة الصح ب أ ب ج د ب 88,000. طب في الحالة السابقة هنكون مخصص بكام؟ احنا قلنا 90 ناقص 88 يبقى هنكون مخصص ب 2000، يبقى الإجابة برضك ب، يعني الإجابة الصح في الحالة الأولى 88,000 وفي الحالة الثانية 2000. الحالة اللي قدام حضرتك اللي راجع حسابات من خلال المسابقات، فاتورة بيع آجلة ب 50,000 لم تسجل، والعملاء ب 50، يعني احنا عندنا عملاء ب 50 وفاتورة بيع لسه ما اتسجلتش ب 50، يبقى مجموع العملاء 200. هنشيل منهم مخصص 4%، يبقى 200,000 في 4% هيطلع 8,000. طب انا عندي رصيد بكام؟ ب 7,000. طب يبقى الرقم اللي يبان في الميزانية بكام؟ يبقى الرقم اللي هيبان في الميزانية 200,000 العملاء ناقص المخصص اللي احنا هنكونه ب 8,000، يبقى الإجابة الصح 192,000. الإجابة الصحيحة 192,000، دي الإجابة الصحيحة. حالة 12، عندنا فاتورة شراء سجلت مرتين، يعني هنشيل مرة ال 300,000 هنشيل منهم 30,000، يبقى 270,000. أضرب ال 270,000 في 60% هيطلع 162,000. هو سدد 160 والمبلغ 162، يبقى في خصم زيادة احنا استفدنا بيه. الإجابة الصح ج ب 2000 جنيه. الإجابة الصح ج ب 2000 جنيه. طيب الحالة 13، يتحقق المراجع من الدقة الحسابية والتوجيه المحاسبي على وجيهة. بنك القاهرة بمبلغ 800,000 فايدة 8%، يبقى المبلغ الفايدة كام؟ 800 في 8% يطلع 64,000. بصينا لقينا حساباتنا متسجل فيها 60، الله دي الفايدة 64، يبقى ناقص 4,000. هذه العملية تؤثر على قيمة المركز المالي ليه؟ ازاي؟ هتبان وجيعة ب 864,000 ولا فوائد ب 60,000 ولا في إيراد مستحق ب 4,000 ولا إيراد مقدم ب 4,000؟ 1 2 3، الإجابة الصح ج، إيراد مستحق ب 4,000 جنيه. الحالة 15، رصيد حساب اعتمادات مستندية 300 والعمولة 80، سددها عند فتح الاعتماد، وصل للمخازن 3/4 البضاعة، يعني 380 وصل 3/4، هنجمع عليهم 20,000 جمارك ونقل وتأمين، يبقى قيمة البضاعة اللي هتبان في المخازن الإجابة ج 268,000. لو نيجي نفكر في الأسئلة اللي قدامنا أجب بنعم أو بلا على كل عبارة. مثلا سوري، من ضمن الاختبارات الأساسية لمراجعة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ عدم خضوع المشروعات تحت التنفيذ للإهلاك لحين تحويلها إلى أصول ثابتة تعمل في النشاط. صح، عبارة صحيحة 100%. طب اللي وراه، يرى المراجع ضمن عمليات فحصه للأصول الثابتة أن الشركة بتحسب إهلاك على أساس التكلفة التاريخية بالرغم من اتجاه الأسعار إلى الارتفاع. صح، الإهلاك يحسب على أساس التكلفة التاريخية. طب العبارة اللي وراه، تصر إدارة الشركة على احتساب إهلاك أساس على أساس القيمة الاستبدالية. غلط، إحنا لسه قايلين الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية. طب اللي وراه، ترى الشركة عدم إجراء إهلاك على الأصول الثابتة مستندة إلى أن الأصول غير لازم قانونا ولأن الأرباح غير كافية هذا العام. غلط، الإهلاك قانوني والإهلاك ملوش دعوة بالأرباح، الإهلاك ليه دعوة بالإيه؟ بالمخصصات. يبقى العبارة غلط. أول خطوة في تحقيق الأصول الثابتة هي التحقق من الوجود والملكية.
طبعا العبارة جي ايه غلط. تؤدي مصفات الأبحاث والتجارب نفقة إرادية تحمل على الفترة، فإذا توصل القسم إلى اختراع معين يضاف إلى قيمة الاختراع وإثبات ملكيته تصبح لك عدد. العبارة صح. يعد الوجود الفعلي للأصول كافي للتحقق من تلك الأصول الثابتة. الأصل موجود يبقى خلاص كده الأصل بتاع الشركة. لا، العبارة غلط. يجب أن يتأكد المراجع أن المنشأة عندما تحصل أي علاوة إصدار يتم التحقق من إضافة قيمة هذه العلاوة للاحتياطي الرأسمالي. علاوة الإصدار احتياطي قانوني، يبقى العبارة غلط. واضحة يا جماعة؟ يقصد بالمطلوبات المحتملة المسؤولية العرضية التي يصعب تقرير قيمتها بدقة في تاريخ إعداد القوائم المالية. العبارة صح. وهكذا. هنا مثلا الأولى بيقول لك تتمثل أهداف مراجعة بند الالتزامات طويلة الأجل، زي القروض طويلة الأجل مثلا. التأكد من أن جميع الالتزامات قد نتجت عن عمليات مصرح بيها، ماشي صح. التأكد من أن المطلوبات المتعلقة بهذه الالتزامات أثبتت في الفترة الصحيحة، صح. كفاية المخصصات المتعلقة بالالتزامات وأن القوائم المالية تحتوي على إيضاحات كافية عن شروط الدين، صح. جميع ما سبق، يبقى نختار جميع ما سبق. تعتبر الخطوة الأولى في قيام المراجع بمراجعة جديدة للأصول الثابتة هي إيه؟ فحص نظام محاسبي، فحص نظام رقابة داخلية، التأكد أن الملكية والوجود والتسجيل، الحصول على أو إعداد كشف بيان أصول ثابتة. الخطوة الأولى يبقى فحص نظام الرقابة الداخلية، يبقى به هي اللي صح. تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاندفاع اللي يحققها المراجع نوع من أصول متداولة ثابتة لها كيان مادي ملموس، ثابتة معنوية غير ملموسة لا شيء مما سبق. الإجابة الصح أصول ثابتة معنوية غير ملموسة. استبدلت آلة ب 100 إهلاكها 30، يعني صافي الآلة 70، بسيارة قيمتها 80. طب ما أنا كسبت كده حاجة ب 70، أخدت حاجة ب 80. يتحقق المراجع من وجود، الإجابة الصح هتبقى جيم، أرباح مبادلة أصول ب 10,000 جنيه. ماشي يا أساتذة؟ وهكذا. هنا عايزين نحسب خسارة الاضمحلال. احنا قلنا الاضمحلال هو نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفترية. في الحالة 9 عندي قيمة دفترية ب 100، وعندي 90 ناقص 5 85 قيمة بيعية، 85 أكتر من 80 قيمة استخدامية، يبقى هناخد أيهما أكبر؟ 85 من 100 يبقى 15,000. يبقى هنختار الإجابة 15، يبقى هنختار الإجابة د 3,000. هتقول لي طب ليه ما اخترناش ج ب 15؟ ما أنت قايل يا دكتور عادل دلوقتي إنها ب 15. أقول لك لا، دي 15 الخسارة، بس أنا كان عندي رصيد فائض إعادة تقييم من السنين اللي فاتت ب 12، يبقى 15 ناقص 12 تساوي 3,000. الإجابة الصح د. إجابة صح وغلط مثلا بيقول لك يقتصر دور المراجع في تبرير أسباب التغير في المبيعات أو مواصفات البيع والتوزيع على الاستفسار من مدير البيع للتحقق من صحة ما يراه. طبعا غلط، هياخد كلام شفوي كده وياخد ويقول خلاص دوره كده مظبوط. مثلا واحدة تانية، لا يكتفي المراجع بالمراجعة المستندية والحسابية، بل يجب أن يقوم بإجراء المقارنات بين نسب مجمل الربح لعدد من السنوات ودراسة أسباب التغير فيها وكذلك نسبة صافي الربح. طبعا صح، لا يكتفي، لازم يعمل مقارنات ويدرس الكلام ده كله على أكمل وجه. الأحداث اللاحقة هي تلك الأحداث التي تقع قبل، لا قبل غلط، بعد تاريخ إقفال القوائم المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه القوائم. يبقى الإجابة على طول كده إيه؟ غلط. يعد المراجع مسؤولا عن تحقيق العمليات التي تقع في تاريخ لاحق لتاريخ إعداد القوائم المالية محل الفحص. يعد المراجع مسؤولا عن تحقيق العمليات التي تقع في تاريخ الأحداث اللاحقة، صح. المسؤول الأول عن تقييم مفردات القوائم المالية للمنشأة هو مراجع الحسابات أو مراجع الجهاز المركزي بالنسبة لشركات قطاع الإيه؟ الأعمال. غلط.
لا يكتفي أن يتحقق المراجع من صحة موارد القوائم المالية طبقا للأرصدة الظاهرة بالدفاتر والسجلات، بل يتعين عليه تحقيق مفردات القوائم للمنشأة المستمرة وتقييم هذه المفردات صح وهكذا. مطلوب منك تعرف تعمل صح أو غلط، أو تعرف تعمل اختيارات. ماشي يا جماعة، بالتوفيق. كان معاكم الدكتور عادل إسحاق، وأتمنى لكم جميعا كلكم كده النجاح إن شاء الله، وتكونوا فهمتوا مراجعة.